دايره لكم هاد الزعلوك. شويت هنايا الفلفله وبودنجان هذا نقيهم، وجيت لهنايا درت مطيشه وجوج دروس ديال الثومه محكوكين. ماعرفتش كتسمعوني مع الصداع دايره الماكينه الصابون، مع جيت من المدرسه عاد دخلت كنصايب الغدا وكو عارفين الحوت فيه قوت الروينه. المهم درت هنايا لاصوص هو الثومه والملحه، ودابا غادي نحركها قبل ما تحرق ليا هاد تحرق ليا هاد لاصوص. نحط البوطه غادي نزيد كامون وزعلو كي بغيت كامون، غادي نزيد التحميره. بعض المرات صراحه ما تنديرش القزبر، ولكن اليوم غنديرو على ود معتمد ما تنديرش القزبر. صافي غادي نحرك الزيت ديالي، ما غنديرهاش دابا حتى نزيد الفلفله ونزيد مطيشه. وهاد الزعلو هذا واش هي ايه غسل بنادم البوليس كنتدرب عليها في المشطه، وغير كنتغدا وكنشوف كنجيو نزيد دابا غادي نزيد شويه زيت هنا وصافي. نزيد الملح الحق ماشي دابا، غادي تقلى مزيان ونزيد شويه ديال الملح، انت ما بغيتش الحاجه مالحه بزاف. هاد الزعلوك تيجي بنين مخلط، اللي كيتوقع عندي كيعجب. صافي هنايا سلقت الباربه ونقيتها، كنهضر معكم عتيها بزز ما سمعني بحال عييت. وهنايا البودنجان تاع انا، هنايا السر ديال نقيتو تا هو غسلته، هنايا الشرم تا هو كنحيد ليه ديك الجليده، وهنا وجدت الشرموله، وهنايا الخيار تا هو نقيتو. بغيت ندير شويه ديال شلاضه، كنت صراحه باغا الخص عييت ما نقلب عليه ما لقيتوش. صافي هنايا كما كتشوفوا هنايا القزبر والمعدنوس، غادي نزيد لي هذا الحامض عصير الحامض. نعصر عليه الحامض حيت كيبغي الحامض. انا هذا ولا كيعجبني احسن من داك الخل. شنو اخر غادي ندير الملحه، الملحه تنهز بيديا، ندير شويه نيت الزعلوك دابا. ما غنشرملوش، انا غنشد هاد الشرموله كامله وغادي نشرملو على هاد الطريقه هادي، كيجي زويون هكذا. دابا شرملتو غادي نزيد نحص عليه هاد الحامض، غادي ندوزو في الطحين. هاد السردين غندير ليه على الطريقة هادي، ندير شوية الحامض هنايا، شوية الملحة، ندير شوية البصل. غادي نتنا البنات صراحه غادي نحس صراحه بحال هاد الغديوه هادي، وهادي اعز اكله عندي هنايا، وحتى معتمد كيحمق على الحوت وكيبغي بحال هكذا شليضات، ومزيان الواحد مره مره ينوع صراحه. وصافي المهم هادشي اللي كاين، غادي نخليكم دابا وغتمشيو معايا عند واحد النكافه نكتشفوها ونشوفوا شنو الجديد دي. وانا يا حبابي مباشرة أنا وآية
تغدي لهم مشينا للمدرسه، كنديها معايا في هاد العطله كندرب فيها الماكياج وصافي. وجينا عندنا واحد المناسبه وجينا عند واحد النكافه نشوفوا التكيشطات، وصراحه اكتشفت لقيت عندها تكيشطات فنين زوينين، والبنات بزاف كانوا كيسولوا لي. كنت صورت عند واحد النكافه وقالوا لي عطينا اختي النمره ديال التليفون ديالها وهذا، وصراحه هادي طوب طوب، عندها داكشي غزال وتكيشطات وباتميله مناسبه يعني صراحه، وغادي تعجبكم بزاف بزاف، وصراحه فني لا الكرا لا ديال العرايس ما غاديش تندموا صراحه، غزالين. وها النمره ديال التليفون ديالها صراحه غتعجبكم، وهي افراح خلود اللي تلقي في الاعراس، وعندها صنيدلات الاكسسوارات كل شيء الحزامات مهم. والناس اللي ساكنين في حي البيتر غادي يعرفوها، راه ساكنه عندها المحل في زنقه 10 وصافي. هادشي اللي كاين، وقلت علاش لا انا جيت حجه وزياره نصور لكم وتشوفوا تانتوما معايا. ونفس الوقت غادي نمشيو للدار انا وايا، غنبدلو حويجاتنا وغادي نخرجهم شويه، غادي نساريهم وغادي نعرض عليهم هكذا نديرو الكوتي كما كتشوفوا جينا. ماما مسكينه سخسختها هي انا مريضه، وقلت لها زعما يلا نخرجك تشربي شي عصير، ودينا كنقلبوا ما لقيناش كاع جهتنا زعما كيبيعوا شي عصير زوين. وهبطنا تالت تقريبا جهه حي الرحمه، عاد هبطنا خدينا بيتزا وخدينا عصير، وانا اللي سخسختهم صراحه. هبطنا حتى لحي كريمه ما لقيناش عصير لافوكا حلوه وانا يا بغيت ضروري عصير لافوكا معتمد بغا باناشي، وهبطتهم على ود لافوكا حتى لحي الرحمه. المهم سخفتهم وصافي دزنا انا ومعتمد ناكلو غلاله غير انا وايا ومعتمد. ماما شديت لا طاكسي ما قدرتش تزيد على رجليها وصيفطتها تمشي للدار، وانا وايا حتى حنا شدينا طاكسي كل واحد شاد طاكسي صغير وصافي. دابا جينا ناكلو غلاله وجيت مباشره نتوما معايا غادي نصايبو الحريره. شويه ديال الدجاج مقطع وشويه القنصه صافي، غادي نحكو البصله ونديرهم يتقلاو. عرفتي كنزرب البنات حيت بابا غيجي يتعشى معانا، بابا كيبغي يتعشى بكري. شويه ديال الزيت، شويه ديال القزبر. البنات انا دابا درت القزبر ودرت الحطريه، غادي ندير الجزر. غادي ندير الجزر، ندير الملحه، دابا غادي نزيد الحمص السمن. دابا البنات غادي نديرو البصله. هاد الحريره، هاد الحريره اسرع حريره بغيت تسربي الموت. دابا غادي نحط مطيشه، نزيدو البنات مطيشه محكوكه وغادي نمرق. غادي نزيدو مطيشه كانت سير اختي صافي. البنات دابا غنسدو عليها. البنات انا طفيت على الحريره وزدت مربطتها، ولكن دابا غادي درت البيض راه هو يتسلق، ودابا غادي نزيد الطحين. ها هو خلطو مزيان صافي، وغادي ندور وغادي نزيد مطيشه ديال الحمص. شكون اللي كتعجبو البيض في الحريره؟ التليفون تيتزعزع راه حيت كنصور الضو.
البنات عطيت الماما تصبغ ليا شعري على ما نوجدوا العشاء. العشاء طاب، طفيت عليه قلت نصبغ باش غير نتعشى وندخل ندوش. ها العشيوه وجدات وغادي نقول لكم هلا بسلامه عليكم وتنتظروا الفيديو الجاي.